السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة مطبخ أمينة المراكشية. اليوم غنحضروا حلوة جد مميزة، كتجي راقية في الشكل ولذيذة بزاف، كتجي هشيشة بزاف وبنينة. غنحضروها بطريقة جد مميزة، كتجي بها لذيذة بزاف. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير كنحتاجو بيضة واحدة، ملعقة صغيرة الخميرة الحلويات، ساشية ديال الفانيا، 125 غرام ديال الزبدة على حرارة الغرفة، أنا أربعة الأكواب ديال الدقيق ما يعادل تقريبا 400 غرام، وكناخدو جوج الأكواب وكنحمروهم مع بودرة ديال اللوز. هاد البودرة ديال اللوز إما كنشريوها جائزة تقريبا عندنا 70 غرام كاس، إما كناخدو اللوز وكنشفوه حتى تنشف وكنطحنوه وكنحصلو على هاد البودرة كاس. أنا هنا نص كاس ديال الزيت ما يعادل تقريبا 100 مليلتر، أنا كاس ديال السكر غمرة سكر كلاصي ما يعادل تقريبا 100 غرام. بسم الله كنصبو هاد كاس ديال اللوز، وهاد كاس ديال اللوز هو باش كنعبرو الدقيق، كناخدو من هاد الدقيق جوج نتاع الأكواب. نتوما كي غتلاحظو معايا، بسم الله كنصبو، كناخدو التاني واحد. هاد احنا خدينا جوج ديال الدقيق وكنتركو الاخرين حتى تنجو بهم العجين. هانتوما على هاد الشكل. الان كنمرو باش نحمرو بعض الشيء كياخدو واحد اللون ذهبي، كنحمروه على النار باش كياخدنا واحد اللون وكيعطينا واحد النكهة لذيذة بزاف. بعد ما وضعنا المقلاة على النار كنبقاو نحركوه حتى يتحمر لينا وكياخد لنا واحد اللون ذهبي. بعد ما تحمر الدقيق صبح على هذا الشكل، دقيق مع اللوز. بالنسبه لهذه الطريقه راه كيجي بها تجي بها الحلوه لذيذه وبنينه بزاف. الان غنطفي عليه النار ونتركوه حتى يبرد. بسم الله بعد ما برد هذا الدقيق اللي حمرنا، الان كنصبو الزبده ها هي على هذا الشكل، وكنبقاو كنجو كنديرو كذلك الزيت السكر وكنمزجو مزيان، تنمزجو هاد المكونات. بعد ما مزجنا هاد المكونات مع بعضا كنصبو البيض، وكنبقاو كنديرو كذلك فانيا، وكنمزجو وكنبقاو كنصبو الدقيق شيئا فشيئا حتى تتجمع لينا نحصل على العجينة تتجمع. كنصبو الدقيق وكنصبو من فوق ديالو خميرة. كنبقاو نمزجو ونصبو الدقيق مرة واحدة، حنا كنصبو وكنجمعو حتى كنحصلو على عجين متماسك. بعد ما جمعنا العجين بحال هاد الشكل، هانتوما كي كتلاحظو العجين مرمل. جمعناها تقريبا هاد العجين ب 300 غرام ديال الدقيق ما يعادل 3 الأكواب، جوج كيسان محمرين حمرناهم مع كاس ديال اللوز وبقى كاس ما محمرش. الان بقى لينا هذا الكاس لان العجين حسب الخليط، بقى هذا الكاس هو ما محمرش، تنتركوه جانبا. بسم الله كنحاولوا ناخذوا الكميه شويه بشويه لان القوام ديالها والشكل ديالها على شكل غريبه. انتم كتلاحظوا باش كنقطعوها كنبقاو نجمعوها. بعد ما جمعنا العجين بحال هذا الشكل كناخذ هذا الطبع واي طبع متوفر عندكم وكنحاولوا نطبعوا به. بسم الله كناخذ هذا الطبع كنحيدوا هذا الزائد الاولاني ها هو كنحيدوه، كنحاولوا كنطبعوا بهذا الشكل. انتما كتلاحظوا
كنضروها في الطبق، كنعاودو نفس الشكل. راه كتجي هشيشه بزاف وكتجي لذيذه. نحاولو كذلك نديرو نفس الشكل. حنا كنطبعو غادي نطبعو، كتجي على شكل هلال. وكنبقاو مستمرين حتى تنكملو الكل، حيت تكملنا هاد العجينه كنجمعو عجينه اخرى كذلك. راه كتجي لذيذه لذيذه بزاف وبنينه. كنبقاو مستمرين حتى تنكملو الكل نفس الشكل. درنا العجين الاول، نعاودو نديرو في الثاني. كنعاود نجمع هاد العجينه، نسرحها على الشكل الطابع اللي بغينا نديرو اللي عندنا. كنبقاو كنجمعو فيها، واخا دايره على هاد الشكل راه كتجمع لينا. بعد ما جمعنا العجين تنبقاو نجمعوها وكنديرو هاكا من الجوانب حتى نحصلو على الشكل اللي بغينا، الطابع اللي بغينا نطبعو بيه. هانتوما كتلاحظو دائما كنحيدو هاد الزائد اللي كاين في الجنب وكنبقاو كنطبعو. هانتوما الشكل كي جات، وراه كتجي هشيشه ولذيذه. وكنبقاو مستمرين حتى تنكملو الكل، ونفس الشكل اللي درنا العجين في الاول كنعاودو نديرو في الثاني. كنبقاو مستمرين حتى نكملو الكل. كناخدو هاد العجين كذلك وكنجمعوه وكنسرحوه مزيان، كنزيدو عليه وكنبقاو كنسرحو فيه. بعد ما شكلنا جميع الحلوات على هاد الشكل، الان كندخلوها للفران. الفران دائما كنسبقو كنسخنو حتى تيسخن مزيان، وكتكون النار تقريبا 180 درجة. كتجي هاد الحلوة رائعة ولذيذة بزاف. الان كندخلوها للفران وكنراقبها حتى تطيب لينا. بعد ما خرجنا الحلوه من الفرن جات على هذا الشكل. هانتوما كي كتلاحظوا كتجي محمره وكتجي لذيذه لذيذه بزاف. ما كنقيسوها، ما كنحركوها حتى تبرد. بعد ما بردت الحلوه الان كنحاولوا نزينوها بسكر كلاصي. راه كتجي هشيشه ولذيذه لذيذه لذيذه بزاف، واحد المذاق لا يقاوم. هي جربوها، الشكل ديالها والمنظر والمذاق كيجي رائع. الشكل النهائي ديال الحلوى ديالنا كتجي على هذا الشكل. هانتوما كي كتلاحظوا كتجي طايبه هكذا وهشيشه، كتجي رائعه في المذاق، واحد البنه رائعة، الروعة الروعة بزاف. كنتمنى تعجبكم، وغادي تعجبكم. هي جربوها وبارطاجيوها مع الأصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.